امبارح السيد الرئيس يعني كان له عدد من الرسائل، الرسائل دي كانت رسائل للداخل، اتكلم فيها عن مستهدفات النقد الأجنبي وتنمية الصناعة وخلافه، ورسائل أيضا للخارج بوجوده في العاصمة الإدارية الجديدة وظهوره في مبنى البرلمان، وكان ليه 7 مستهدفات اتكلم فيهم عن خطته في المرحلة القادمة. شفت ازاي هذه الرسائل وشفت ازاي أيضا تأثيرها على الرأي العام؟ بص، هي الرسائل بتترجم اولا منهج الرئيس شخصيا، لانه انت بتتكلم انه في بلد زي مصر بيبقى الرئيس وشخصيه الرئيس يعني جزء مهم جدا في المنظومه، في المنظومه كلها. فانا شايف ان الرساله المهمه الاساسيه اللي هو الكلام عن الامن القومي المصري طبعا، اللي هو ده في الاولويه الاولى حتى دايما في رسائله، ويمكن ده مهم كمان اكتر في هذه الفتره، لانه يمكن الناس يمكن ما تعرفش كتير جدا انك من اكتوبر ال 23 من بعد عمليه طوفان الاقصى، الامن القومي المصري تعرض لمجموعه من اصعب الاختبارات. ويمكن يعني في كلام كتير جدا ما بيتقالش، وفي كواليس كتير جدا ما بتعلنش، لكن انت تعرضت ل كم من الضغوط تحديدا في حكايه رفح تهجير الفلسطينيين. أيوه. وتسكينهم في سيناء. صحيح. بص، ضغوط لا تتخيلها سياسيه ودبلوماسيه واقتصاديه. انت ما تقدرش تعزل اللي بيحصل عن ان في مخطط كبير جدا، في قوى كبيره واقفه وراه وعايزه تنفذه، وانت جيت في لحظه وعايز اقول للناس حاجه. أيوه. للناس حاجه. يوم 7 اكتوبر، يوم 7 اكتوبر كان الرئيس في زيارة لمركز إدارة المعلومات في العاصمة الإدارية الصبح. تمام. احنا كنا بنتكلم على عملية طوفان الأقصى دي، بدأ الناس تتكلم في حدود الساعة 9 الساعة 10. حصل. فالرئيس عمل اجتماع بعد مباشرة في العاصمة الإدارية، في العاصمة الإدارية، واتكلموا عن تقدير الموقف. ويومها الرئيس قال لي المجموعة اللي موجودة، قال لهم خلي بالكو انه احنا هنواجه فتح ملف التهجير تاني. اللي بيحصل ده مش خناقة ما بين يعني اسرائيل وحماس، ولكن انت قدام فتح ملف. وكانت ايه ايام بسيطة ولقينا ان الامور اتفتحت في هذا الموضوع تحديدا، والناس بتتكلم عن التهجير وبتتكلم عن تسكين الفلسطينيين 48 ساعة وابتدى الموضوع تقريبا ده. تقريبا. ففي هنا ايه؟ ففي هنا وعي اصلا بالمخاطر اللي انت بتعرض ليه. فاما تبقى اول رسالة اول رسالة عندك اللي هو الامن القومي المصري وصيانة الامن القومي المصري، دي رسالة للخارج ورسالة مطمئنة للداخل، لانه كم الاشاعات كمان اللي اتقالت على هامش الموضوع. يعني كل ما مصر تنجح في ملف يقول لك عصوا فيه خطة للتهجير وهم متفقين عليها، فتيجي استثمارات يقول لك لا ده تمن الخطة مش عارف ايه. حصل. تمام. حصل فعلا. فاللي هو ايه لازم فيه حكاية المؤامرة دي، واتكشف الموضوع ببيان قدام الناس كلها. دي نقطة. فهو انك تحط الامن القومي المصري، فانت بتكلم هنا عن رسالة مزدوجة، رسالة للخارج ورسالة للداخل. الرئيس اجمل في رسائل مطالبات كتيره جدا، يعني الناس بتتكلم وامبارح عن حاله الانفتاح السياسي، فيجي التاكيد على استمرار الحوار الوطني وعلى الاستجابه للمخرجات بتاعه الحوار الوطني بشكل كبير، وكان انت هنا كل الطلبات بتاعه الناس بتترجم في خطط. لما تيجي تتكلم على التعهد بزياده الاستثمارات، كويس التعهد. وهنا تقدر تتكلم في ملف مهم جدا، لانه انت هتجيب استثمارات من بره، بس انت هنا لازم تشتغل. لازم تنتج. يعني انا عشان اقلل الفجوه دي اللي انا بعاني منها طول الوقت، فانت تلاقي الدوله اهتمت باستصلاح اراضي وبتهتم بمساله الصناعه، يعني اذا جاز التعبير. فانت بتتكلم على اداره بتقوم باللي عليها، يمكن الناس محتاجه كمان تبقى ماشيه في نفس الموجه. دول مثلا كانوا 3 رسائل مهمين جدا، الامن القومي والحوار الوطني ومساله الاستثمار.